تحت المية دي اتدفن سيدنا يوسف. بس يا ترى عارفين عجوز بني إسرائيل وحكايتها مع سيدنا موسى؟ أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أعرابي، فأكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: تعهدنا، ائتنا، ابقى زورنا يعني. فلما زار الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة برحلها وأعنز يحلبها أهلي. طلب الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة يركبها وشوية معيز يحلبها أهله ويشربوا لبنها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ وقبل ما نكمل الحديث تعالوا احكي لكم الحكاية. بيعتبر سيدنا يوسف هو النبي الوحيد اللي تمنى الموت للقاء الله عز وجل، فبعد أن من الله على سيدنا يوسف وأعطاه من النعيم في الدنيا اشتاقت نفسه للقاء الله عز وجل. وكما جاء في القرآن الكريم: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولما حضر سيدنا يوسف الموت جمع إليه قومه من بني يعقوب وأوصى أخاه يهوذا على قومه، وتوفي تقريبا وهو عنده 120 سنة. لكن بعد وفاته تنازع الناس فيما بينهم عن المكان اللي هيدفن فيه النبي يوسف عليه السلام. كل جماعة من الناس عايزين يدفنوه في المنطقة اللي عايشين فيها علشان تحل البركة، بركة النبي يوسف في المكان اللي هم عايشين فيه. لكنهم اتفقوا في النهاية انهم يحطوا النبي يوسف عليه السلام في صندوق من المرمر ويطلوه بالرصاص، وبعدها ياخدوه ويدفنوه في مياه النيل، علشان مياه النيل تمر على الموضع المدفون فيه النبي يوسف عليه السلام، بما انه البشرة ووش الخير على مصر، وكل ما المياه تمر على ارض مصر يعم الخير ببركة النبي يوسف عليه السلام. وتمر الأيام وتحصل أحداث كتيرة جدا في مصر، وربنا يبعت سيدنا موسى لبني إسرائيل علشان ياخد قومه ويخرجوا في اتجاه بيت المقدس. وأثناء خروج بني إسرائيل وسيدنا موسى من مصر يضلوا الطريق، فيستعجب سيدنا موسى، فقال له جماعة من قومه أو علماء بني إسرائيل إن سيدنا يوسف قبل وفاته قد أخذ عليهم العهد والميثاق إنهم ما يخرجوش من مصر إلا لما ياخدوا عظامه معاهم علشان يدفن بجوار أبيه يعقوب وجده إبراهيم. وكلمة عظام هنا جزء، المقصود بيها الكل، يعني الجسد كامل، لأن زي ما أنتوا عارفين إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. وبعد ما سألهم سيدنا موسى عن مكان القبر أو الموضع اللي مدفون فيه سيدنا يوسف، محدش فيهم كان عارف إلا رجل عجوز قال سيدنا موسى إن أمه تعرف المكان اللي مدفون فيه النبي يوسف عليه السلام. فراح سيدنا موسى لعجوز بني إسرائيل عشان تقوله على المكان اللي مدفون فيه سيدنا يوسف. فتخيلوا معايا دلوقتي ان سيدنا موسى رايح لعجوز بني اسرائيل او للمكان اللي هي موجودة فيه علشان تقول لهم على الموضع اللي مدفون فيه النبي يوسف عليه السلام، ويقدروا ان هم يستخرجوا الصندوق من المرمر المطلي بالرصاص ويحصلوا على جسد النبي يوسف عليه السلام. فلما قابل سيدنا موسى عجوز بني إسرائيل لقاها امرأة كبيرة مريضة طاعنة في السن، فلما سألها عن الموضع اللي مدفون فيه سيدنا يوسف قالت له إنها مش هتعرفهم المكان إلا بشروط، والشروط دي كانت تعجيزية حرفية. فقالت لسيدنا موسى إنها مش هتدله على المكان إلا لما يدعو ربنا إنه يحقق لها ثلاث أمور: الأمر الأول إنه يعيد ليها شبابها وصحتها، والأمر الثاني إنها تعيش قد العمر اللي عاشته مرة كمان، ويقال إن عمرها كان 900 سنة، وآخر شرط إنها تكون مع سيدنا موسى في الجنة. فسأل سيدنا موسى ربنا عن الأمور دي فاستجاب لعجوز بني إسرائيل. وبعدها أخذت عجوز بني إسرائيل سيدنا موسى وقومه إلى موضع في النيل أو موضع قريب من النيل يقال إن هو مستنقع، وقالت لهم إن سيدنا يوسف مدفون تحت مياه المستنقع ده، وأمرتهم إنهم يزيلوا المياه من الموضع ده. وبعد ما أزالوا المياه عن الموضع قالت لهم على المكان اللي يحفروا فيه علشان يستخرجوا جسد النبي يوسف عليه السلام. فلما حفروا في المكان ده لقوا تابوت من المرمر، وبعدها أخذ سيدنا موسى التابوت وخرج من مصر علشان ينفذ الوصية الخاصة بسيدنا يوسف ويدفن بجوار أبيه وجده.
كما أوصى. المهم إن المغزى من القصة إنك وإنت بتسأل ربنا خلي طموحك عالي ومطلبك كبير، إنت بتسأل ربنا خالق الكون العظيم القادر على كل شيء، وقدامك طريقين، إما تكون زي الأعرابي أخرك ناقة وشوية معيز، أو إنك تكون زي عجوز بني إسرائيل طلبت إنها تكون في الجنة. المهم إن أي كلام عن موضع قبر أي نبي من الأنبياء بيظل مجرد كلام، مفيش دليل قاطع عليه إلا موضع قبر نبي واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن حكاية عجوز بني إسرائيل وقبر النبي يوسف عليه السلام، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.